معكم شفاء بسيط، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال هاد التاكوس. هذا التاكوس كيطلع رائع بزاف، لا في كل شيء ديالو. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه اللي غادي تشوفوا، وما تنساوش جيم الفيديو والبارتاج مع الاصدقاء. والله يجزيكم بالخير، تبعوا يعني المرحله من الاول الى الاخر، تبعوا الفيديو كامل باش اللي بغا ولا اللي بغات تعمل هاد التاكوس بنفس الطريقه. التاكوس كيطلع رائع رائع بزاف، كنتمنى تجربوه. يلا ندوزو الطريقه التحضير ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. يلا على بركه. يعني المكونات اللي غادي يخصونا لهاد التاكوس هذا ان شاء الله كما كتلاحظوا، البصل تكون مقطعه اطراف صغيره يعني كرويات صغار بحال هكذا، وهنايا عندي اطراف ديال الدجاج بحال هكذا، وعندي هنايا بطاطيس يعني اللي غادي نقليو ان شاء الله كما كتلاحظوا، خصها تكون كبيره بحال هكذا، كبيره الحجم يعني بحال هكذا. هنايا الطاكوس كيخصو الاخر البطاطا فريت خصها تكون شويه غليظه، وهنايا عملت ليها شويه ديال الماء والملحه وكنخليوها كترقد شويه. دابا ان شاء الله غادي نقليو هذه البطاطا هذه، وغادي نعمل شويه ديال العطريه لهاد اللحم الدجاج، وهنايا هذه غادي نعمل ليها واحد شويه ديال الابزار، وغادي وشويه الملحه غادي نقليها ان شاء الله، وغادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه. وهنا غادي نعملوا هاد اللحم هنايا، وهذا نسيت ما قلت لكمش قبيله، هذا الجبن موزاريلا ان شاء الله غادي نخليوه حتى الاخير وغادي نخدموه. كنعملوا واحد شويه ديال الابزار، وهنا واحد القليل ديال الملح، وهنا واحد شويه ديال الفلفل الاحمر بابريكا او تحميره يعني واحد ملعقه. هنا غادي نعمل واحد شويه ديال سكينجبير، وهنا غادي ندير شويه ديال المعدنوس مقطع اطراف صغيره يعني كيكون عندي في الثلاجه دائما. وهنا غادي نعمل واحد شويه ديال الزيت قليل، وهنا غادي نخلط الكل بحال هكذا. هنا غادي نخليو على جنب باش يشرب شي شويه، باش يدخلوا شويه هاد العطريه وهاد الملحه والمكونات اللي عملنا له، على ما نقليو البطاطا وعلى ما نقليو البصل ان شاء الله يكون ديك الساعه كنخليه هو الاخير. دابا هنا نخليو على جنب، وهنايا دابا كما كتلاحظوا راه كنقليو البطاطيس ديالنا، خصنا ما نطيبوهاش بزاف تتولي يابسه، يعني شويه كتولي هكا تحمر شي شويه كنزولوها. ها انتما راه بدات، ها انتما دابا الطياب ديالها هو هذا، ما خصوش يتحمر على هكذا، يعني ما تكونش تكون ذهبيه جبدها، ما نخليوهاش تحمر بزاف، ما خصوش ديال الطاكوس يكون طايب بزاف. دابا غادي نزول، ها انتما دابا كما كتلاحظوا خصها تكون بحال هكذا، ها انتما علاش كيخصها ملي تكون يعني كتجي طايبه وكتجي رطبه، ما تجيش قاسحه يعني بحال هكذا. ها انتم ها انتم شفتوا بحال هكذا خصها تكون. دابا نشوفوا الطريقه ديال، ودابا غادي نعملوا البصل، نعملوا قليل ديال الزيت، نعملوا واحد شويه ديال الملح، واحد القليل ديال الابزار، وهنايا كنخلطوا بهذه الطريقه هكذا حتى تحمر لنا شويه البصله حتى تقلى مزيان. وهنا يمكن لينا نغطيوها واحد شويه باش ترطب وتدوب بحال هكذا بهذه الطريقه، ونخليوها تقلى واحد شويه. وهنايا غادي نبقى نعملو ليها بحال هكذا بهذه الطريقه باش نطيبوها مزيان بحال هكذا، الشكل ديالو بحال هكذا. هانتوما دابا ان شاء الله غادي نقليو اللحم ديالنا، ولا بغيتو تزيدو معاه شي مطيشه ولا شي حاجه زيدوها معاها. يعني هنايا النقله اللي قلينا فيها البصله غادي نقليو فيها هذا اللحم الدجاج ان شاء الله، ملي غادي نطيبو ان شاء الله، وغادي نولي معكم باش ما يطولش الفيديو بزاف. هنايا غادي نسد عليه واحد شويه حتى هو بحال هكذا، خصنا نطيبو هذا اللحم ديال الدجاج وكيكون طايب، يعني كنخليوه حتى كتبرد وكنقطعو اطراف صغيره بحال هكذا.
وهنايا غادي نمشيو نشوفوا الطريقه كيفاش نعملوا. وهنايا كما كتلاحظوا دابا نجيبوا خبز ديال التاكوس، يعني سواء واجد او تعملوه توجدوه. دابا ان شاء الله غادي نخدموا كسميتو مايونيز الجيريان اللي عملنا ليه فيديو. كما كتلاحظوا هانتوما شوفوا القوام ديالو كيف عامل، كيطلع رائع بزاف. هنايا كنعمل واحد شويه بحال هكذا، وهنا يمكن لكم بغيتو تعملوها كامله بحال هكذا تعملوها ماشي مشكل، غير ما تخرجوش بزاف على برا بحال هكذا، يعني باش كتلتصق داكشي. وانتم بحال هكذا هنايا كنعملوا شويه ديال فروماج موزاريلا بحال هكذا، كنعملوا واحد شويه ديال البصل. يمكن لكم البصل عاوتاني تخلطوها مع اللحم، يمكن لكم تعملوا، يعني كنعملوا غير واحد القليل بحال هكذا، يعني بحال هكذا. دابا ان شاء الله غادي نشوف، غادي نعمل معكم واحد الطاكوسه بحال هكذا. ديك الساعه ان شاء الله انا غادي نكمل الباقيه. وهنايا غادي نجيب شويه ديال اللحم ديال الدجاج بحال هكذا كما كتلاحظوا. وهنا غادي نجيب واحد شويه ديال بطاطا فريت بحال هكذا. هنا يمكن لكم تعملوها بحال هكذا ولا بحال هكذا، المهم كيف ما حبيتو تعملوا الطاكوس ديالكم. هنايا ملي كنوصلوا لهذه المرحله هنايا كنقادو شويه مزيان. هنايا كنجمعوا هذه الجوانب بحال هكذا وبحال هكذا، هانتوما بحال هكذا نيشان، خصكم هنا تكون بحال مزيره واحد شويه. وهنايا كنجمعوا هنايا بحال هكا، كنشدوا هنايا بحال هكذا وكنتكيو هنا، كنعمروا اللي هي بحال هكذا. وهنايا كنجمعوا الطاكوس ديالنا بحال هكذا من هنايا، هانتوما بحال هكذا، خصها تكون مجموعه مزيره ما تكونش مرخوفه ولا. وهنايا كنجمعوا كنجبدوا بحال هكذا، كنجبدوا لعنا هاد الحشوه بحال هكذا من هنا كنجبدوها بحال هكذا. علاش قلت لكم خرجوا شي شويه ليها ديال الاخر باش كتجي كتلتصق بحال شكل الكولا بحال هكذا. هانتوما الطاكوس ديالنا واجد ساهل، ما فيه لا تعب لا حتى شي حاجه. حنايا كنقادوها واحد شويه بحال هكذا، يعني راه كتكون باقا ارتباط، يعني كيف ما بغيتو تعملوا ليها. دابا ان شاء الله انا غادي نكمل هاد الباقيه بنفس الطريقه، ملي غادي نجي للطياب ان شاء الله غادي نولي معها. ودابا انتم كما كتلاحظوا يعني عطات لي خمسه ديال الطاكوسات كبارين تبارك الله، راه الا بغيتو تعملوهم صغار يعني غيعطيوكم كميه كثيره. ودابا ان شاء الله غادي نطيبوهم، غادي نشوفوا الطريقه ديال الله. غادي نطيبو هنايا في هاد الباليني، هنايا غادي نعملو بهذه الطريقه بحال هكذا، وهنايا هادي بهذه الطريقه. شوفوا هادي اللي قد بحال هكذا، هانتوما بحال دابا هادي قد هادي ناقصه واحد شويه كنت درتها في الاخير. هنايا دابا غادي نسد عليهم بحال هكذا ونخليهم هنايا، ونشدهم شي شويه بحال هكذا بحال هكذا. دابا ملي غادي يتحمروا شي شويه بحال هكذا غادي يتحمروا وغادي نولي معكم. وهنايا عاوتاني غادي نفتحو بحال هكذا، وهنايا غادي ناخذو بهذه الطريقه عاوتاني كنميلوهم لواحد شويه لواحد الجهه، ها انتم بحال هكذا باش كيعطيو هذيك الزواقه وحده هكذا وحده هكذا. ولا بغيتو في الاول تحطوهم بحال هكذا عاوتاني دوروهم جهه اخرى، يعني باش كيعطيوكم واحد الزواقه مختلفه بحال هكذا. هنايا بحال هكذا وكنخليهم. ودابا كما كتلاحظوا هما طابوا، يعني هنايا راه قلبتهم كما كتلاحظوا، يعني كيطلعوا رائعين بزاف. هانتوما هانتوما الطاكوس ديالنا يعني كيطلعوا رائعين، هانتوما كنتمنى تجربوهم بنفس الطريقه. هانتوما دابا ان شاء الله تنسالي ونولي معكم ونكملوا الباقي ان شاء الله بسم الله.
هنايا تعملوا لهم هذه الطريقه بحال هكذا، وتعملوا طريقه اخرى بحال هكذا هانتوما. ودابا كما كتلاحظوا هاد الطاكوس ديالنا واجد، يعني بانيني او بالمقله عاديه كيف ما حبيتوا طيبوهم. كما كتلاحظوا يعني صراحه كيطلعوا لي طاكوس تبارك الله، راه كل واحدة راه فيها تقريبا شي 400 غرام. هنايا دابا ان شاء الله غادي نشوفوا نقطع وحده بحال هكا، نشوفوا من الداخل ديالها ان شاء الله بسم الله بحال هكا. ما باقاش خونا هانتوما كما كتلاحظوا، هذا هو الطاكوس ديالنا كيطلع رائع بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه وغادي يعجبكم 100% ان شاء الله. كما كتلاحظوا يعني كيكون عامر مزيان بحال هكذا، يعني كتكون بطاطا. علاش كنخليوها غليظه ما كنديروهاش رقيقه بحال هكا باش كتبان هنايا وكتجي ملحمه، يعني فيها ما تاكل، ماشي كتلقاها مثلا رقيقه وبحال ويابسه ما فيها ما ياكل الواحد، يعني بحال هكذا كتبقى يعني صراحه كتكون رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقه وان شاء الله غادي تعرفوا على ايش كنتكلم. ودابا وصلنا لنهايه الحلقه، وما تنساوش جيم الفيديو والبارتاج، واللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك باش يستافد بزاف ديال الحوايج. اي حاجه عملتها وعملوا الجرس باش بقى يوصل لكم جديد، اي حاجه عملتها تبقى تخرج لكم في الاشعارات. ودابا غنخليكم الى حلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.